أخرى، أهلا وسهلا بكم وأهلا بحبيبنا وشريكنا بحلقات الأربعاء الأستاذ عصام بيضين. صباح الخير عصام. يا صباح النور أحمد للمستمعين وللمشاهدين. سمعت أغنية سمارة على الطريق؟ سمعت. بلا كيف بالله عليك، زوج أخوك أبو أحمد أنا رائع. لا زيد هلا بعدين زيد راجع من الإجازة متحمس. أي أنا إجازة؟ أي إجازة؟ بعرف الأسبوع الماضي ما شفته أنا. شفته بداوم 12 ساعة باليوم، مخصوم منهم الربع ساعة هذول الصبح الليل. بالله؟ آه. لانه الاسبوع الماضي ما شفته، فقلت انا بعد الاجازه متحمس هيك اتوقع. بس الاغنيه شفت انت، هو على فكره بس عمليه ازرار، اما الانتقال الاغاني اللي مش زيد يعني بتليق والله انا والله هاي ويقدر اقول لا اقول لك مثبته والله هذه معلومه جديده. زيد دافع عنا. اسمع شو حط لنا، اسمع هشتكنا وبشتكنا يا ريس، بقول لك هشتكنا وبشتكنا يا ريس، ده انت رئيس والنعمة كويس. الله يبارك فيك، تسلم. يا ابن اللعنة يا مشخ لعنة، لسه ما شفت شيء عدوك روح تليس، هشتكنا وبشتكنا رايس. بكير بكير، لسه 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 على الجاي على الجاي. صباح الخير متابعينا، تبدأ حلقاتنا ب يعني هذه الدغدغات، ولكن ما نمضي فيه بحلقات الأربعاء يعني قمة الجدية، وخصوصا لما بيكون حصيلة لآراء، حصيلة لمجموعة من خلينا نقول المخرجات هنا أو هناك، وخصوصا في الوضع الحالي القائم. أهلا وسهلا بكم، حلقتنا مستمرة طبعا متابعينا. بعد الترحاب بكم مرة أخرى، عارفين يعني متوقعين أكيد مجرى حديث اليوم، ويعني آخر ما وصل إلى مسامعنا إلى معلوماتنا فيما يتعلق بإضراب إخواننا المعلمين، طبعا بإحاطة مختلفة بجوز ومفاصل مطروقة غير مركز عليها أو تطرق لأول مرة. أخونا الحبيب الأستاذ عصام يعني يشاركنا حلقة هذا اليوم. امبارح حضرت اللقاء مع دولة رئيس الوزراء. نعم. شو رأيك؟ بتوقع أنه الرسالة الأخيرة. الرسالة الأخيرة. نعم. يعني صحيح أنه مع رابع يوم إضراب جاء حديث رئيس الوزراء في التلفزيون الأردني، خاصة أنه يعني صارت الأسئلة أين رئيس الوزراء، يعني طيلة فترة الغياب، غيابه عن المشهد منذ الخميس الماضي حتى ليش لازم يدخل شخصيا يعني؟ لا قصدي أنه تصريح يعني وزير التربية والتعليم، قصدي تصريح بيان لقاء، يعني هذا ما حصل. أنا بنقول لك لست أنا من متبني الموقف، هذا ما حصل. في اللقاء كانت مجموعة رسائل، الرسالة الأولى أنه كان هناك يعني لاحقا بوضح لك أمر أبو أحمد، أنه هناك دعاة حل وحوار ونقاش ودعاة لجوء إلى خيارات أخرى. الرئيس من دعاة الحوار، فهو خرج بالمقابل بمجموعة رسائل انه يعني انه احنا ما تاخرنا في الحوار، وانه كان هناك تفاهمات سابقه مع المجلس السابق على زياده المسار المهني، وانه حاول يوصل رسائل اخرى انه لا يجوز استخدام الطالب في موضوع الاضراب، وانه اذا استمر الاضراب سيكون لكل حادث حديث. يعني هذه النقطه، هذا شيك مفتوح ما بتعرف قديش الرقم بالضبط، يعني انه هذه ابرز المحاور اللي جرت. بس تسمح لي اضيف لك من المحاور اللي تم التطرق عليها، معيار الكفاءه في الزياده ومعيار المشكله القانونيه في موضوع انه نحن نتحدث عن معلمين بكوادر تأتي من ديوان الخدمة تتبع الموازنة، وبالتالي فئاتهم درجاتهم مساوية لفئات ودرجات موظفين موجودين بوزارات مؤسسات مديريات أخرى. نعم. أشغال عمل صحة كذا إلى آخره. فالعملية هذه إذا إحنا بدك تأخذها تحت الوظائف الحكومية القادمة من رحم ديوان الخدمة المدنية، هون أنت تنافي عدالة. أنت فهمت كيف؟ نعم. يعني كمان إحنا نقدر ليش أحيانا بتحس بأنه الحكومات تضرب بريكات، لأنه
للعامة للشعب ما بنظر إلى هذا الأمر. هلأ رغم كل الشعور العام بأنه يا أخي خلينا نصف معلمنا ونريحه مشان ينعكس هذا الأمر على ابننا، أوكي، ولكن الحكي على حكاية هوين زي ما بيقولوها. هذا الأمر بده قرنقش، والقرنقش يعني بأنه أفرد أنا لجسد المعلمين زيادة في الموازنة، واللي بيشتغل بوزارة الأشغال النافعة عقولة أهلنا بالسلط ما يجيهوش زيادة مثلا على سبيل المثال. هذه من الشغلات. ولكن يا أستاذ عصام، بس للتوضيح بالجانب هذا أبو أحمد، يعني هذا الاتفاق كان من عام 2014 إنه الزيادات تصل إلى هذا المستوى مع الحكومات السابقة. يا أخي كم من 2014؟ بعرف، أنا قصدي إنه هم بقول لك إنه وجهة نظرهم إنه لم لا نطالب بزيادة، ولكن ما تم الاتفاق عليه سابقا تحريكه. يعني هل سيكون هذا من 2014 مأزقا للحكومات اللاحقة لغاية 2019؟ مو هي الحكومات يعني تستلم من بعضها البعض. خليني أكمل إذا أمرت مشان ما تقطعش يعني رسالتي أو حبل تفكيري. هل سيكون هذا أكثر تأزيما بترحيل هذه المشكلة من 2014 لتظهر بال 2019 من أكثر تأزيما من التزاماتنا بال 2014 وتم ترحيل التزامات لل 2019 و 2020 عبر حكومتين لاحقات في التزاماتنا تجاه صندوق النقد الدولي؟ يعني كلها عبارة عن عملية اتفاقات، كأنك بتحس بأنه سنة 2014 كانت سنة صنع وحبك شبكة رميت في طريق الحكومات اللي وراها. نحن ننقل. أنت استوعبت الفكرة؟ استوعبت الفكرة. أنا بدي رأيك، بديش تنقل الفكرة. لا بس أنا بدي أحكي لك نقطة أبو أحمد. النقطة الرئيسية التي سببت وتحرك نقابة الأطباء وتحرك كل المنظومات التي تطالب بزيادة رواتب، أنا بنظري أحكي بتجرد وهذا رأيي وأنا مسؤول عنه، هي الانفلات الذي حصل في زيادات أخرى لجهات مؤسسات مستقلة، تلفزيونات برواتب خيالية لا يتقاضاها الخليج العربي. لا تتقاضاها الموظفين في دول الخليج العربي. هذا ما أدى إلى شحن النفوس وتوتر الأمر، إنه فلان أنا معلم أو موظف أو خلاف بالضبط، أنا أخذ راتب 400 دينار ولكن هناك بذخ بأحد التلفزيونات براتب 3000، جهات مثلا 4-5000 10000، ناس يجمعون 3 رواتب. والأسبوع الماضي احنا تطرقنا له. هذه الخلل بهذه المنظومة أدى إلى شحن النفوس. أنا معك بأنه بعض إخواننا في مواقع المسؤولية يتعاملون مع المال العام كأنه مال وارد بالزبط. من خزان بير مي موجود في مزرعة الوالد وما يتم والله تسليم. العظيم بالزبط. يعني بالزبط. يعني موضوع إلحاق موظفين وشراء خدمات ناس في موضوع مشاريع تعمد إلى دراسة مستشار خبير زيارات تحت مستشار تحت خبير، يا زلمة عم اكتشفت حالة، طبعا ضمن حالات ولكن حالة أنا مطلع عليها تماما، يا أخي بني آدمة ولا إلها علاقة، ضيعت حالها ما بين تعليم وما بين شغل قطاع خاص مصرفي، وطب على أساس أنه صارت يعني هي صاحبة الكلام الفيصل في موضوع أن نساوي دراسات مع المجتمعات الأقل حظا ثقافة، أصلا إقليميتها وسوداويتها تمنعها من الوصول لهذول الناس، واضحة تماما. فكيف بتنسب عن طريق الوزير الفلاني ولا العلاني تروح وتزور مثل هيك مجتمعات؟ هذه احنا بنسميه عقود الحظوة، فلان عنده حظوة عند فلان. إذا احنا بنحكي بأنه إخواننا في مواقع المسؤولية احيانا هذه قديمة بقصد او بدون قصد بيزيدوا عمق الازمه. بعدين ابو احمد اذا بتسمح لي، من 2010 منذ حكومه معروف البخيت وجدت ان هذه المشكله التي اسسها رؤساء وزراء من عام 2004 و2005 بانشاء منظومه المؤسسات المستقله والرواتب خارج ديوان الخدمه المدنيه، حاولت معالجه هذا الامر بالمؤسسات المستقله منذ عام 2011 إلى 2019 وهذه المشكلة قائمة، لا بل بازدياد. إحنا أحد الشركات أو المؤسسات أبو أحمد قبل أسابيع قليلة شفنا أنه شركة بتطور شركة. طيب يعني هذه كله بدي أسألك سؤال. مبارح تحدثنا في موضوع اللي هو شخص بمواقع مسؤولية بيزيدوا الأزمة عمقا بالزبط. وبيزيدوا تأجيج الأزمة.
كلها مترابطة مع بعض صح. وأنا ويمين بالله يعني ملاحظتي أنا وأخوي عصام في هذا وما سنعرض عليكم بس برسم الإجابة. أنا فقط بدي ناس يجاوبني أسئلة أسئلة إنه هل هذا يثير فعلا شعور الإنسان يشعر بالغضب يشعرك بلا مؤاخذة بغياب الحاكمية في تسيير الأمور، تصرفات تصدر عن بعض الناس في مواقع المسؤولية بإمكانه بكل بساطة هيك برمشه يزيلها، ولكن مع ذلك لا تأتي الفطنة. امبارح كنا بنتحدث وطلع عني فيديو حتى تداولوا عديد من الناس، وصلني من عدد بيجي بيقول لك والله امبارح انت دافعت عن وزير الداخلية. انا دافعت عن معالي وزير الداخلية، مش دفاع ياسر عن السيد سلام محمد. انا دافعت باجي بقول بانه هذا الرجل وفيما خص موضوع اضراب الدوار الرابع كان له توجيه وعنده وجهة نظر، وهو من ناس بلا مؤاخذة مدرستهم تقليدية الكلاسيكي. نعم صحيح صح. ولكن هل يعني إذا ما كان لدينا تحفظ على طريقة معالجة موضوع الاعتصام يوم الخميس والإغلاقات اللي صارت بعمان، هل يعني بأنه هذا البني آدم كما يشاع أو يحاول أن يشاع بأنه شخص لا يدير دفة وزارة الداخلية باقتدار ومتانة خبرة حنكة دراية؟ بتصوري أنا في بعض الإخوان موجودين في مجلس الوزراء عندهم القدرة يمسكوا زمام الأمور من أولها لآخرها أستاذ عصام. نعم. وعديد منهم والله أقسم بالله يعني بلا مؤاخذة ما بعرف، أنا حكيتها مبارح بس بيصلوا مكاتبهم وبروحوا مع سواقينهم وانتهى الكلام. عم نحكي على المسؤول لما بثير الحفيظة و يؤذي المشاعر ويزيد الفجوة. في زيارة ولأخواننا في موقع مدار الساعة كل الشكر كوننا استعنا بصورة منشورة، خلينا نعرض هذه الصورة إذا سمحتوا على متابعينا الكرام قبل أن نخرج بفاصل الثامنة. هذه الصورة لزيارة معالي وزير الطاقة سيدة هالة زواتي المحترمة لمشروع افتتاح مشروع في إحدى مناطقنا الصحراوية، مشروع للطاقة، يعطيها ألف عافية، جهد مقدر من أجمل ما يكون. ولكن هل يغيب على معاليها لما تشوف بأن المنظمين لهذا الحفل من الافتتاح تمشي على سجادة حمراء في صحراء ما بين أعمدة؟ هل الناس بيقول لك ذهب؟ لا مش ذهب ولا 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 وصلها الذهب، صفراء، نحاسية صفراء. بهذا المظهر أنت بتحكي قاعد انت ذاهب لمنصة اطلاق صاروخ لاكتشافات في المريخ صح؟ مش انتقاصا من اهمية المشروع، ولكن انا بحكي المعد، ما هو وكيل الحفلات اللي بيشتغل، احنا مش ضرورة بالله معاليك ارجع الى ورا كمان متر، لا خلي ايدك اليمين قدام شمال، احنا مش بعرض ازياء ولا احنا بلا مؤاخذة باخراج فيلم، احنا بافتتاح مشروع للدولة مش هيك؟ نعم. طيب سجاد أحمر وسلاسل ما بين العمدان ألا تثير حفيظة الناس بأنه يعني ليه هذه المصاريف الزيادة؟ أنا مقاول الحفلات، هذا مش دفعت له 5 ليرات زيادة حتى يعد مثل هذا الموضوع؟ بالمقابل واقتنصنا حقيقة فيديو وصدقا وأمانة أنه قارنت بين الجهتين، خلينا نشوف هذا الفيديو لزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لأحد قطاعات فرق سلاح الجو، ونشوف السجاد الأحمر اللي كان معد لزيارة جلالة الملك، رغم أنه بالفيديو واللي بيسمع الفيديو الضباط بيحكوا لي القائد الأعلى وقولوا له فاجأتنا بهذه الزيارة يا سيدي. فمع ذلك نحن نتكلم عن زيارة ملك القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلينا نشوف هالفيديو ونشوف السجاد الأحمر الممدود. هلا سيدي. هلا سيدي. سيدي يا واد عمر سيدي.
متابعينا هذه الحلقات انتم بتعرفوا بانها ترصد وتسجل. الفكره من الموضوع بانه احيانا تصرف بيهيج علينا الدنيا وبيفتح علينا ابواب مغلقه وبيعطي فرصه لاي شخص مترصد انه يجي يقول تعال يا عمي شوف احنا وين وهذه الناس وين. بينما موقف اخر ونتكلم عن حزام الوطن، عن قواتنا المسلحه، سلاح الجو، ابطالنا، اشاوسنا، وزياره للقائد الاعلى مشي بالتراب الاحمر، قطع من فوق الكندريل. لا في كان بامكاني انا جاي جلاله الملك بقدر اشيل الكندريلات هذول، ليش يفشق من فوقين؟ انا اقصد الصور التي تؤجج المشاعر والتي تزيد الهوة وتزيد الفرق وشعور الناس بالحنق والغضب، وما بين تعامل واضح قديش البساطة موجودة فيه وقديش الرسالة تعطي بأنه أنا منكم وأنتم مني. هذا ما نتحدث عنه، عم نحكي قاعدين على دعوة من القلب. الله يعين رئيس الحكومة على بعض الناس ممن تعمل معه اللي بتحطه بمطبات أمام مطبات وبتحطه بوهرفيات هو في غنى عنها، لمجرد أنه لا تأتينا اللماحة ونقول شيلوا هالسجادة مش حلو قدام الناس مشان أفتتح مشروع أمشي على سجادة حمراء. أمد سجادة في الصحراء؟ يعني حقيقة أنا بقول بأنه شو يا أستاذ عصام، الله المستعان. بدناش نزاود حتى لا يعتبر علينا مأخذا هنا أو هناك، ولكن عودة على الموضوع، مش المقصود أنه إحنا والله ماسكين ممسك على معالي وزير الطاقة، لا، إحنا اللي بنحكي فيه فكرة بسيطة، بنحكي فيه بأنه أحيانا تصرفات غير مقصودة، وأنا متأكد تماما بأنه الوزيرة تفاجأت بهذا الإعداد، هذا الاستعداد. ولكن لما بدي أكون أنا بحكومة لماحة شاطرة تتعامل مع الظرف، مع الحالة، كيف بقدر أنا أعلي مسجل وجاري عنده حالة وفاة مثلا؟ مش معنى هذا أنه أنا حياتي تتوقف، بالعكس. أنا من خلال الحلقات اللي طول الأسبوع هذا نقول بأنه إذا كان هنالك خلاف، مجرد أنه تطرح آراء وآراء معاكسة وفي مد لأواصر التفاهمات واللقاءات والتحاور، هذا شيء صحي وجميل. بس بالمقابل كمان إحنا بدنا نقدر الوضع العام، يعني إحنا قاعدين بنحكي بزيادات واعتذار حكومة إنه والله إمكاناتي ما فيه، ونيجي بنقول على استعدادات لمشروع بنمشي فيه قاعدين على سجادة حمراء. أنا أقول بأنه ما أوصت وزيرة الطاقة مدولي سجاد أحمر، ولكن نزلت من السيارة لقته بوجهة فورا، بوعز للي عندي شيل السجاد الأحمر، الناس مش متحملة، بديش يتاخذ علي هذا المأخذ، خليني أحفظ ماء الوجه إلى مجلس الوزراء ورئيسه. هيك بتصير الأمور. والدليل الصورة المقابلة والفيديو اللي أخذناه، زيارة جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة لإحدى الفرق تابعة لسلاح الجو، شفنا البساطة التلقائية، الاقتراب، ردم الفجوة، هذا اللي بنحكيه بهذه التصرفات الطبيعية الخلوقة. احنا قاعدين بنوصل رسائل وبنهدم فجوات وبنقول الكل موجود هون أردني يتمتع بنفس السمات، نفس المواصفات، نفس الحقوق وعليه نفس الالتزامات، فكيف بتغيب على ناس بلا مؤاخذة وتنشر عبر المواقع بهذا الشكل والناس تستهجنها؟ هذه هي الفكرة، الفطنة والحنكة في التعامل مع الحدث. احنا مشكلتنا بتصير عندنا الأزمة بنربط مثل القط بالضبط، لما تمسكه من رقبته بسوي ايديه هيك، ونحن كحكومات ابدا بنفس الوضع. تفضل استاذ عصام. يعني في البداية دائما هناك مقولة انه لكل مقام مقال، يعني هذا مثلا كان موجود السجاد، لو كان العكس أبو أحمد حصل أنه تم المرور من جانب السجاد
وتم تصوير الموقف، شو بكون شبكات التواصل الاجتماعي ردود الفعل؟ انه رائعه انه انا يعني بموقف يعني ستنقلب الامور كامله. مثلا الوزيره رفضت السجاد انه انا بالعمل الميداني، النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه على يعني الان تداعيات اللي اصبحت انه ياتي وزراء في الحكومات المتعاقبة لا يعرفون فسيفساء وتركيبة المجتمع الأردني، لا يعرفون كيفية التعامل. قد تكون ناجح أكاديميا وحاصل على أعلى الشهادات، ولكن لا تملك خاصية الاستشعار عن بعد ومعرفة طبيعة هذا المجتمع. إحنا بنشوف إنه بعض مثلا رؤساء دول أو سيدات يأتون إلى بعض دول الخليج العربي أو بعض الدول يرتدون بحرصا على إيش، إنه مثلا ترتدي اللباس تغطية الرأس، إنه هيك طبيعة المجتمع أو الدولة اللي أنا ذاهب إلها. كل مكان له خاصية، له ميزة، أنا أتعامل مع هذا المكان بخاصيته. أنا رايح على منطقة صحراوية لها خصائص معينة، ناس عمال، ناس قد تكون من أبناء المنطقة موجودين، فهذه الخاصية. النقطة الأخرى إحنا شاهدنا مثلا أو قرأنا بالكتب إنه كيف كان مثلا احد اللي قادة الجيش البريطاني في الاردن كلوب انه حاول انه يندمج مع البيئه اللي عايش فيها، انه كان يرتدي الكوفي، ياكل نفس اكلهم، يندمج بنفس الطباع. هذا كله باصل انه الوزير يجب ان يكون يملك خاصيه الى المنطقه الذاهب إليها. شو طبيعه المنطقه، طبيعه الناس، عاداتها، تقاليدها، برضو هذا الموقف ما برضو، لانه انا كرجل عام هذا الموقف مني ينعكس فورا. هناك مئات الرصد، مئات شبكات التواصل الاجتماعي، مئات الكاميرات قد تلقط الموقف ولا تنعكس علي شخصي، تنعكس على الحكومة اللي أنا موجود فيها، على الموقع المسؤولي اللي أنا فيه، وبالنهاية قد تكون النتائج عكسية وتزيد الشحن اللي حكينا عنه في بداية الحلقة. يجب أن أدرس المنطقة الذاهب إليها، وأنه هناك حساسيات ما. وانت عملت مقارنة ذكية جدا، انه هناك يعني سيد نزار احد مواقع الجيش وكان هناك لبن موجود في لماحة، في لماحة، في لماحة في الموضوع بالزبط. هذا ما ينقصنا. واثنين، في عنا مواطن بشخوص معينين يا اخي هيك بس بطلتهم، انسى تصرفاتهم، انسى قراراتهم، هم ناس مثيرين للشغب بالضبط، استفزازيين. يعني هو يؤثر، يعني بيؤثر المنطقة، يعني بساطة الناس، يعني حتى لو أكون أنا عايش في مستوى معين ومعيشي ومتطور وكذا، إذا بذهب لمنطقة معينة يجب أن أتكيف مع هذه المنطقة، إذا كانت منطقة شعبية، منطقة عشائرية، منطقة أتكيف معها، لأنه لا أريد أن أؤدي حساسيات تنعكس على موقع حكينا على الحكومة أو على الموقع وتؤدي إلى نتائج احنا شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي ولاحقا الشحن الموجود. لا يمكن ان يكون هنالك شخص توكل له مهمة انه تعال يا عمي اشرف على كل ما يمكن من احداث وقلنا هذا صح او هذا خطأ. فيش شخص قادر على هذا الامر، ولكن الامر هذا بيكون ذاتي داخلي، النباهة هذه والوعي والادراك وسرعة البديهة هذه هيك بلت ان. من المفروض انه احنا لما يكون هذا الشخص منسب إلى هذا الموقع هذه من الأساسيات عنده. وصلى الله وسلم. ننتقل إلى موضوع آخر. أنا من يوم الأحد، وخصوصا أنه يعني الاعتصام ابتدى يوم الخميس بتتذكر، ولكن من يوم الأحد ويوم الاثنين عم بقول بأنه واجب علينا كمواطنين إحنا مناصرين لحق، والعدالة تقتضي أنه نكون عادلين بمناصرة الحق، سواء كان من يدعي بالحق نقابة معلمين أو حكومة. نعم. صح؟ نعم. ولكن دعوت الناس إلى أنه إحنا نكون متفائلين بأنه في حل، سيكون هنالك حل. هل أنت متفائل بأنه سيكون هنالك حل؟ يعني أنا بتوقع أنه قدمت الحكومة تنازل، يعني أنا أحكي معلومات مجردة، لست مع موقف هون أو هناك، أنا أنقل معلومات يعني مشان ما يسجل علينا. قدمت أنه تقسيط المسار المهني، انه يعني ممكن نقدم عرض ويكون هناك يعني تحريك لهذا المسار المهني شمال او يمين، تخفيف الشروط، وانه هذا المبلغ المطلوب من نقابة المعلمين يمكن تقسيطه على سنوات
قادمة، على دفعات قادمة. ولكن الحوار رفض نقابة المعلمين. يعني كلام رئيس الوزراء امبارح انه نحن دعاة الحوار في الدولة الأردنية أعطونا شيء هامش لنبقي هذا العرض، لأنه أتوقع أنه أنا الدولة بكل مكوناتها لن يعني ترضى أنه يستمر الإضراب أكثر من ذلك، يعني طول أكثر من في بعض الناس عم بدخلوا بمقارنات بما يحدث ببريطانيا، الخطوط الجوية البريطانية وكيف أنه كان التعطيل لمدة ساعة ومن ثم عادوا. يعني احنا بعض الناس بيقول لك احنا حتى باضراباتنا واللي هي مظاهر قمه في الديمقراطيه، وشفنا مظاهر جميله لما اخواننا بنقابه المعلمين الناس تداولت الفيديوهات وهم قاعدين بنظفوا مكان الاعتصام حرصا منهم على وطنهم، ولكن بنفس الوقت في ناس بيجي بيقول لك يا اخي احنا حتى باضراباتنا باعتصاماتنا احنا يا طخو يا اكسر مخو فش عنا حل وسط. يعني ما بنقدرش نكون زي البريطانيين والله نعطل نص ساعة ويصير في تصعيد، احنا يا بتهبدوا براسه بتدروخه بالقنوة ام الخمسين زلمة يا بلاش. شو رأيك؟ نعم بالضبط، هي انه يعني خاصة ابو احمد اللي ما ناس منتبه له انه هؤلاء المعلمين ظروفهم صعبة جدا الكل بيجمع، وايضا من يدرس الان الاغلبية مدارس الحكومية ايضا شرائح بالمحافظات بمناطق كذا انه يعني هم الخيار الوحيد لهم المدارس الحكومية، ما بيقدر انه يودي ابنه على مدارس الخاصة انه خاصة بالمراحل التوجيه. اذا في المعادلة انه استمرار الاضراب فترة اطول سيؤدي الى نتائج اخرى الدولة، وكان امبارح رئيس الوزراء واضح انه اذا استمر الاضراب سيكون لكل حادث حديث. انا عندي معلومات، المعلومات التي لدي أن هناك كانت وجهات نظر مختلفة للتعامل مع الإضراب، وجهة نظر دعت إلى الحوار والتفاهم والوصول إلى قواسم مشتركة مع نقابة المعلمين، وأخرى دعت إنه اللجوء، ولمح يعني هذه التصريحات لمح عنها أكثر من وزير ومنهم الوزير مبارك أبو يامين إنه قد نلجأ إلى القضاء، القضاء المحكمة الإدارية، وأنه بقانون التربية والتعليم لا يسمح بتعطيل العملية التربوية، وأنه الإضراب غير قانوني، وأنه قد تصل إحدى الخيارات وتدرس أنه حل نقابة المعلمين وتشكيل لجنة مؤقتة. نحن نتمنى أن تصل الأمور التصعيدية، ولكن استمرار الإضراب سيطرح كل الخيارات على الطاولة بين مختلف الآراء. هناك دعاة للحوار وحاولوا، وأنا بتوقع أنه ليش لما سألتني أنه شو بتوقع قلت الرسالة الأخيرة من رئيس الوزراء، وهناك دعاة لا أنه الذهاب عملية لا يمكن تعطيل العملية التربوية، إحنا نتكلم عن ملايين الطلاب الآن الأهالي موجودين، وأنه تعطيل هذا المرفق الحيوي. والنقطة الأهم اللي مش مدركة الكثيرين أن هناك نقابات أخرى وجهات مطالبية لها مطالب أخرى قد تتحرك في ظل المناخات الموجودة بالمطالبة بزيادات، يعني وهذا الآن لا تسمح فيه الدولة بظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لا يمكن إعطاء زيادات، لا يمكن بظل الظروف المالية. أنا كان إلي مادي وكتبت أنه لا يمكن قرار حاسم، يعني مش انه احنا مع انه لا يعطوهم، لا في ظل الظروف اللي موجودة عندهم بقول لك انه هذا قرار خط احمر انه انا زيادات عندي، خاصة انه في وفد من صندوق النقد الدولي جاي وفي تفاهمات وفي قروض مطلوبة، وانه اي اختراق لهذه التفاهمات لن يسمح فيه. في ظل هذه الظروف كل الاحتمالات واردة. سؤال قبل ان اخرج بفاصل. نعم، نقابة المعلمين مبارح لجأوا بمناشدة إلى جلالة الملك للتدخل لإقرار زيادة وأنصاف المعلمين، هل تعتقد بأنه هذا الأمر لإحراج الحكومة بتدخل جلالة؟ بعد الفاصل بتجاوبني عليه إذا أمرت. هل هي خطة لإحراج الحكومة بإقحام جلالة الملك، أو بلاش نقول إقحام كلمة قاسية، إدخاله بهذا الموضوع مباشرة، رغم أنه بلقائه مع مجموعة من الإخوان يعني كان واضح برسالة بأنه يحترم حق الإنسان في التعبير، ولكن مصلحة الطالب أيضا مهمة الطالب. فهل هي خطوة كانت فيها ذكاء
وضعت الحكومة بمواجهة. سؤالنا واللي بعرفش بستمزج شريكي بهذه الحلقات انه يعني ممكن نطرحه على احبائنا متابعينا كسؤال للحلقة، واطرحه على عصام الان. عصام، لحوق بعض النقابات بالتلويح بمطالبات الان هيك فطنا لها فجأة، استغلال لي بديش اقول استغلال بمفهوم سيء، ولكن فرصة اخذتها هذه النقابات، يعني مدام الطعة والقايمة بركي طلع لنا لحسة من هالكيكة. اثنين، السؤال المهم جدا، هل خدمت مقصد نقابي المعلمين ولا ضرته؟ تفضل. بس اذا بتسمح لي ابو احمد، يعني بدي اختم بجزئية مهمة بموضوع الخيارات. يعني الان لاحظ الجميع ان هناك تردد حكومي، تردد في التعامل مع هذا الملف. نعم. وارتباك. نعم. يعني اتوقع انا حسب معلومات، يعني يطرح على الطاولة الآن خيارات للتعامل مع ملف نقابة المعلمين، قد يكون منها تمديد العطلة الصيفية لسحب الذرائع من المعلمين، إنه مثلا شهر قادم تعطيل، أسبوعين فترة قادمة للوصول إلى حل لهذه المشكلة، وإنه الآن المدارس معطلة يعني بالنهاية، وإنه اللي بده يضرب يضرب، هذه تدرس. الاستعانة ايضا خيارات اخرى يتم دراستها، موضوع الاستعانه بمخزون ديوان الخدمه المدنيه من المعلمين اصحاب الخيارات الثانيه، انه قديش في معلم مثلا بالتخصصات نبدا نستعين فيهم. امر اخر، اللجوء الى القضاء، هذه الخيارات التي تدرس وقد يصدر قرارات قريبا وقريبا جدا بهذا الخصوص، لانه لن تسمح الدوله باستمرار هذا الاضراب الى مدى اخر. انت فورا نطيت وقفزت على الخيارات. هذه النقطة، النقطة الآخر لسه بعدني ما طرحتش موضوع الخيارات، ولكن أنت مخك سنطر على الخيارات. خليني أكمل إذا سمحت لي يا أبو أحمد. بالنسبة لمطالب النقابات، أنا حكيت لك يا أبو، بالنسبة لمطالب النقابات الأخرى، إحنا حكينا إنه هذه المناخات من إضراب نقابة المعلمين، والتي لديها جيش كبير من المعلمين والطلاب، مليون وحوالي 100,000 معلم أو أكثر، وفرت أجواء وضغوط من الكوادر أو أعضاء النقابات، سواء نقابة الأطباء أو النقابات الأخرى، أنه يعني رؤساء النقابات وضعوا في مواقف محرجة، وأنه الآن المناخات قد تصدر قرارات حكومية بزيادة المعلمين. لماذا إحنا ما نستغل هذه الفرصة زي ما تفضلت ونعلن الإضراب؟ جاء إعلان نقابة الأطباء أو التلويح بالإضراب ضمن خطوات تمهيدية آخر، وبعض القطاعات الأخرى أيضا تتململ وتتحرك للمطالبة أيضا بزيادات. كل ذلك أتوقع أنه لم يخدم قضية نقابة المعلمين. لماذا؟ لأنه زي ما تفضلت سؤالك أبو أحمد، لماذا الآن جاء؟ يعني أنه مثلا نقابة الأطباء أنه لو قبل شهر مثلا مقنعة قبل نقابة المعلمين، ولكن في ظل هذه هل هناك يعني إذا حصلت زيادة هل أثر؟ هل أثر على أثر؟ نعم أثر وأعطى وفر بيئة ومناخ لدى الدولة أنه لا، يجب وضع حد لما يجري، سواء بالحوار سواء بقرارات أخرى، ولكن الظروف الاقتصادية وجهة نظرهم أنه الظروف الاقتصادية لا تسمح. مشان أريحك نعم وأخلص من هالموضوع، أو جزل الخيارات مرة أخرى، لخص لي إياهم، ماذا لدينا من خيارات احنا للجهتين، مش بس للحكومة؟ نعم الحكومة، ولا ما احنا حكينا انه الحكومة لديها عدة خيارات تطرح. اول شيء، قد تلجأ الى القضاء استنادا للمادة 27 من قانون نقابة المعلمين للمطالبة بحل المجلس وفقا للمسوغات والدستورية والقانونية التالية. اولا، خالفت القانون بنظرها بقانون الاجتماعات العامة حين قامت باعتصام غير قانوني للحصول على موافقة رسمية قبل ذلك أي اعتصام. اثنين، خالفت النقابة قانونها والذي نص على محافظة متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحق التعليم والإضرار بالعملية التربوية. لم تتدرج بموضوع الإضراب، احنا بنعرف وفق قانون العمل الإضراب له خطوات، ولكن انه بنعرف انه صار اعتصام
لاحقا صار الإضراب. قلنا من البداية احنا يا اخويا بالضبط بالضبط. النقطة الأخرى اللي حكينا عنها انه قد انه مثلا لإبطاء يعني التوتر الموجود انه لا تمديد العطلة الصيفية اسبوعين شهر قد تكون اكثر لدراسة الموضوع. موضوع آخر انه قد يتم الاستعانة بمخزون ديوان الخدمة المدنية من الكوادر المعلمين. هذه خيارات الحكومة اخرى خيارات حكومة. خيارات نقابة المعلمين. خيارات نقابة المعلمين الاستمرار الاعتصام ويصار رسائل أننا نحن قابلين للحوار والتفاهم وأنه يقدم عروض والمناشدة اللي أنت تفضلت فيه أي جزء. المناشدة هي جزء. يعني آخر إسدال الستار. النقطة الأخرى أنه هم سيحرصون أنه لن نسمح بوجود مثلا كوادر جديدة تدخل إلى المدارس. أوكي. والاستمرار بالإضراب وحشد طيب. الرأي العام. بدنا نأخذ عدد من الاتصالات الواردة نشوف شو آراء المتابعين، بس بنفس الوقت بدي أعرج لأنه إحنا أنهينا الموضوع، بس بدنا نعرج رغم توضيحنا إحنا شو القصد اللي طرحنا منه موضوع وزيرة الطاقة وموضوع زيارة جلالة الملك. ولكن أخونا موفق العبابني نوجه له كل احترام وتقدير بيقول برأيي أنه وضع مترين من السجاد الأحمر لوزير الطاقة مع شوية سناسل نحاس مش جريمة ولا هو مقياس للإنجاز وعمل الوزيرة، وباعتقادي أنه محاولة احتفال بقدوم الوزيرة الأنثى تحتها خطين زي ما تفضلت كل حق ما بتعدى 10 دنانير، يعني مش قصة بث على التلفزيون تترك الأهم وهو محاسبة الوزير على إنجازاته. أولا يا سيدي شكرا على رسالتك. 2 معايير الأهمية تختلف من إنسان إلى آخر، ربما حضرتك ترى أمرا في أهمية ونجد أنا وعصام بأنه بالنسبة لنا لا يشكل شيء يستفزنا حتى نتحدث فيه. الناحية الثالثة ما زلنا مصرين بأنه الموضوع ونوهنا ليس ذنب وزيرة الطاقة، ولكن إحنا بنتحدث عن صورة عامة ونتحدث عن موقع عام، ومن يكون صاحبا لهذا الموقع العام يجب أن يتمتع بالنباهة والفطنة لمثل هذه الأمور. قد تكون هي، وأنا أسجل كل احترام لشخص الكريم، متميزة في مجالات عدة، ولكن أيضا في موضوع الصورة الاجتماعية والعلاقة الاجتماعية والنظرة العامة لموقع الشخص في موقع المسؤولية يجب أن تكون من أهم أولوياتي. أيضا المظاهر هذه أنت تعرف بأنها لا تخدم قضيتنا بأنه إحنا نيجي نقول والله نحن مسيطرين على ميزانياتنا، ما فيش عندنا طبقية، ما فيش عندنا فجوة. مواضيع وحلقات سجلت وطلعت عم تحكي ليش إحنا صار في حالة عداء بيننا وبين الشخص بموقع المسؤولية. بتصوري حضرتك تعتبر هذا الموضوع مش مهم، رأيك الخاص، ولكن من خلال الاتصالات يعني سترى أهمية هذا الموضوع بعملية قياس الأثر للتصرف وقديش في بهذه الحكومة وحكومات سابقة أشخاص كانوا وما زالوا. وتساءلنا ألف سؤال في هذا البني آدم وزير تأزيم، لماذا هو باقي؟ لماذا يعبر حكومة وراء حكومة؟ فشكرا على رأيك، تنظير لا نحتاج. نعود بمعياتكم ونتشرف متابعينا الكرام، وكما وعدنا قلنا الطرح والردود محفوظة أيضا ببرنامجنا حتى لو كانت حلقاتنا مليئة بالنقاش بيني وبين عصام، عبر رقمنا بواسطة زين على 0796900. نتلقى اتصالات الأحبة. أول الاتصالات. ألو نعم. مرحبا. مرحبا. سعد صباحك. يسعد صباحك خيتي، هلا. أنا نادية. أهلا ست نادية. هلا فيك. بدي أحكي بس ملحوظة على النقابي أو رئيس النقابة المعلمين مبارح. احضرت المساء بس أنا حسيت مع احترامي الشديد لشخصه انه ما في ادنى حفظ للاحترام للاداب الحديث. ليش؟ كان موضوعه كله تهديد بتهديد. وانا مش عارفه كيف رئيس الوزراء يتحمل النقاش هذا. صراحه ما كان اشي محترم حكيه. انت بتحكي على لقاء بين مين ومين؟ بين النقابه، بين رئيس نقابه المعلمين موجه الى سياده رئيس الوزراء.
كان يعني يفتقر لأدنى آداب الحديث صراحة. يعني مع أني أنا مش معلمة بس أنا ربة أسرة وعندي 5 أطفال منهم هلا صاروا بالجامعات ومنهم لازالوا بالمدارس. ما بدي أدافع عن حدا وما بدي أظلم حدا. المعلم لما بيشكو إنه بيطالب بحقوق أكتر، طب إحنا لما بكون عندي 5 أولاد بمدارس خاصة الله يعيني اللي بالحكومة، لما بدوده طول السنة من الثانوي بنبلش نعطي دروس خصوصي. شكرا يا نادية، يعطيك العافية، صباح الخير. ناخذ اتصال آخر. ألو. نعم، يعطيك العافية، ربي يعافيك، طول عمرك، الله يسعد صباحك. يسعد الصباح يا سيدي، والله يسعد صباح الوطن الجميل. يا هلا وغلا، يا مرحبا، وصوتك يعني لنا الأردن، والأردن يعني لنا إذاعة. الله يجبر خاطرك. تسلم يا حبيبي، أشكرك على هذا الثقة. أول شيء أنا بشكرك على البرنامج وبشكرك على الموضوع اللي فتحته، موضوع إضراب المعلمين. تسلم يا سيدي حسين، شكرا. سيدي أنا لي بس تعليقين إذا تكرمت علي. أول شيء طبعا جهود مشكورة من رجال الأمن والدرك، والله يعطيهم العافية على تنظيم موضوع الإضراب والتعامل معه. حصلت بعض التجاوزات أو لا، لكن المفروض كان من المعلمين أنهم يضربوا في مدارسهم ولمدة ساعات معدودة. أنا هيك رأيي. المعلم ما إله اليوم يطلع على دوار رابع ولا يطلع يسكر شوارع. مع احترامي له، أنا مع المعلم قالبا وقالبا وقالبا، خلينا نحكي كلي مع المعلم. لكن كنت أتمنى على نقابة المعلم أنه يقوم إضرابهم في مدارسهم ولمدة ساعات معدودة بالأسبوع، خلينا نحكي يومين أو كذا، بس ما يطلع على الشوارع. المعلم مش هذا هو التصرف اللي مطلوب منه صراحة للأمانة يعني. والمفروض أنه يعرفوا أنهم مربي أجيال، يعطوا نموذج جيد في عملية الإضراب، وعملية جدا يكون فيها نوع من الثقافة ونوع من الهدوء ونوع من توصيل المعلومة بالشكل الجيد. لأنه عملية التوصيل الإضراب في هذا الشكل عم بتوصله أنت لجيل آخر أنه يطلع للشوارع، وهم معلمين، وهذا الشيء أثر فيك جدا يعني. يا سيدي يعني كمان حجة إخواننا المعلمين ومن مثلهم في النقابة بأنه أنت لما بتقول والله واجبي خدمة الأجيال، أنا حتى أخدم هذه الأجيال بدي يتحقق 1 و2 و3. بتتذكر في، ما بعرف إذا حضرتك تتذكر ولا لا، ولكن أستاذ عصام تتذكر أحد وزراء التربية والتعليم الأفاضل، رجل محترم ما طول هو، ولكن ثارت الدنيا عليه لما كان في زيارة وحكى لواحد من المعلمين، قال له ليه ما بتحلق لحيتك؟ لا في مؤتمر صحفي. بغض النظر المهم انه القصد يعني طبعا هي مش مقصود بتحلق اللحية، لا هي مربوطة باتجاه ولا ايديولوجية ولا اشي، هو كان قصد الوزير بانه انا كمظهري قدام الطلاب ابدو نشيطا واعطيهم وحفزهم كذا الى اخره. فالقصد انه احنا كمان معلمنا يحتاج الى حقيقة مقومات تمكنه ان يكون كما يريد، كما هي صورة المعلم. بس بنفس الوقت اللي حضرتك ذكرته وحكيته، في احنا عنا ما بعرف، بحكي لعصام من الصبح يا طخه يا اكسر مخه، التدرج هذا مش موجود عنا، انت فهمت كيف؟ فتفضل كمل كلامك. ما استغربته، انا اللي استغربته اليوم عملية إنه المعلم يعلم جيدا موضوع التنمر اللي إحنا بنعاني منه. أنا ما عم بتفلسف ولا عم بزاود، رجل الأمن عنده نسبة تنمر 99% للعلم الخاص، والشعب عنده نسبة تنمر، يعني في تنمر من كلا الجهتين. الوحيد اللي أنا ما تخيلته إنه يطلع يكون عنده برضو نوع من التنمر المعلم اليوم. أنت اقعد في مدرستك، انت لا تواجه رجال الامن، لانه رجال الامن عليها ضغوطات للامانه، انا بحكيها يعني. انا مش يعني خلينا نحكي مع صف ضد صف، ولكن خلينا نكون عاطف، يوجد عليه ضغط كبير جدا في الشارع. وهذا الشيء اظن الكل شايفه واضح، عرفت علي كيف. اطلب من المعلمين ومن نقابه المعلمين
التزموا في مدارسهم ويكون هناك في نموذج جيد ينقلوا لها طلاب. أنا اليوم بستحي لما بشوف طالب عم بنتقد عملية الإضراب اللي صارت بنتقدوها، أقول لك طب اضرب أنت بس أنا بدي أتعلم اليوم، صح ولا كلامي غلط؟ أشكر أنا دعواتك الهادئة. فأنا بس للأمانة يعني إنه 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 طلابنا بحاجة لعقليات جدا متفتحة وجدا سليمة 100%. وصدقني العقليات موجودة بجسد أساتذتنا اللي منوجه لهم كل احترام وتقدير، وهذه هذا المركز في العقل اللي هو العقلانية والحكمة والحرص هو الذي نخاطبه. أشكرك جزيل الشكر على يعني وداعة حديثه واستخدام كلمة أرجو وإلى آخره، رجل يعني بكل أسلوب مهذب إن شاء الله، إنه دائما هيك يعني إحنا كل اتصالاتنا. نأخذ اتصال آخر. ألو نعم. صباح الخير. صباح الخيرات. معك نضال عبد الله أستاذ ياسر. هلا أستاذ نضال. يسعد صباحك ونشكرك على برنامجكم. تسلم حبيبنا ومتبين. شكرا لك. سيدي أول إشي المشكلة الموجعة زي ما بحكوها المؤلمة إنه الحكومة على حد والمعلمين إلهم حد. لكن المشكلة مش بس معلمين، عندنا قطاعات كثيرة موجودة يعني برضو العسكري له حد وزيادات، الطبيب، الممرض، الخدمات الطبية، يعني عندنا قطاعات كثيرة محتاجة كلياتها لزيادات. والوضع حتى دولة الرئيس مبارح انه فعلا كل القطاعات محتاجة، لكن هل الحل انه كل قطاع كل يوم نطلع لنا اضراب؟ هذا بنسوي شلل بالبلد خلال شهر وكلها كل تصير هاي سياسة لكل مقابة او لكل شخص. والله بدي انا زياده اطلع اضراب، ما هو مش منطقيه قاعده بتصير. صار زي موضوع لو ادراع، يعني هون بالحاله هذه الامور كلها بتتغير والظروف ما بتسمح، والزياده هاي ال 50% بكره هي على حسابي وحسابك وحتى على حسابهم بكره. هذه زياده مش ضروري الحكومه تفرض ضرائب، راح تصفي في عندك انت شجع تجار زايد اضافي لهذا الموضوع. فاللي قاعدين نحكي انه الاضراب هذا، قال انت بتحكي 1.5 مليون طالب، يعني 3 مليون اب وام، يعني بنحكي ب 4.5 مليون اردني زي ما يقولوها انت شنجتهم او وقفتهم بمكانهم مش قادرين يتصرفوا. فالظروف سيئه والوضع سيء واوريدي اصلا في ضغوط على الاردن اساسا من قبل، قاعدين نشوف الاحداث السياسيه وموضوع صفقه القرن والاقتصاد والقاعده بسيط وفي والمساعدات قلت وفي ضغط وانتم قاعدين تطالبوا. فهون المنطق بيقول يعني احنا مع مطالبه المعلمين ومطالبات الكل، لكن هل نيجي نقول انه الحل هو اضراب وانك توقف وتعطل البلد اسبوع واسبوعين وثلاثه وبعدين؟ طيب في عندك حل يا نضال؟ والله الحل هو انه النقابه تعطي شويه مرونه بالامور، تعطيها على الدفعات، تعطيها باي حلول ثانيه غير الوضع هذا نقدر نتحمل يعني، والحكومه تقدم وعود لهذا الشيء. اشكرك يا نضال، اشكرك حبيبي. ما هو هذا اللي انا بحبه، المرونه. انا بحب انه لا انا بحب انه اوكي والله مشكله. طيب احنا كلنا عارفين بلا مشكله، ماذا تقترح؟ ناخذ اتصال اخر. واشكر نضال على مشاركته. تابعينا من الرسائل الوارده بهاء الخوالد، بهاء الدين الخوالد، المعلم والمعلمه رديف الاب والام. الا تلاحظ معي ان النهوض بالخدمات التعليميه والصحيه في الوطن مهمات مستعصيه؟ لا مش مهمات مستعصيه، مهمات بامكان التحقيق او تحقيق الانجازات فيها بمسافات واسعه، ولكن الإرادة شيء مهم. هل الهبوط الحاد في مستوى مخرجات التعليم أمر طبيعي؟ أكيد لا. في أن الدول التي نهضت ركزت على التعليم لكي تنهض. شكرا. برسالة مبارح، بريطانيا 4000 طيار أضربوا، عارفين شو يعني طيار؟ شلوا حركة بريطانيا وأخذوا مطالبهم، لأنهم شعوب تعودوا على الحريات وعلى الحقوق. إحنا سيدي إحنا دستورنا، قيادتنا، إعلامنا النظيف، مواطننا الشريف، الكل مؤمن بموضوع حرية التعبير والمطالبة، وهذا حقنا مكفول دستورا، أبدا مكفول دستورا. ولكن السؤال الآلية، دائما احنا بنقول الحق شيء وآلية الحصول على الحق شيء آخر. أشكرك جزيل الشكر. حسناء الكردي تؤكد على ما جاء باتصال بأنه كان في لقاء نقيب المعلمين يعني تحفظات على موضوع التعامل مع الناس مبارح بلقاء تلفزيوني، وأنا أقرأ من الرسالة، هذه مش رأيي. داير ظهره لوزير التربية والتعليم، ماسك التلفون وبيحكي فيه، واضح فيه
عيونه تنمر كبرياء غرور حسب رأي حسناء. ويعني هي بتقول لك انه نقابة المعلمين يعيدوا النظر في موضوع يعني من يمثلهم والصورة التي تمثلهم. وجهة نظر. حبيبنا موافق العبابنة شكرا شكرا على رأيك بارك الله بيك. ناخذ اتصال. ألو نعم. ألو صباح الخير. صباح الخيرات. كيف حالك؟ يسلم حالك طول عمرك. صباح الوطن الجميل. يا أهلا وسهلا. صباح الرواق والجمال. حقيقة أشكرك على برنامجك. تسلم. أشكرك على خوض هذا الموضوع اللي هو حديث الساعة المهم. شكرا أستاذ حسن. يا سيدي أنا أب كويس وأنت أب وكنا أباء وأولياء أمور وإنا طلبة. أنا متأكد لو نقيب المعلمين أخونا الكريم اللي يمكن له كل الاحترام والتقدير هو والهيئة التدريسية كاملة في المملكة لو إلو أبناء من ضمن مدارس حكومية ما برضى هذا الشيء المثير. تصور أنه أنا بدي أحكي لك رسالة قد تكون هذه الرسالة مؤلمة جدا. ابني ابن 15 سنة بقول لي بابا شوف لي عمل مدام أني قاعد بالبيت. يرضي مين هذا؟ يضيعوا فرصة عمر ابني المتفوقين في دراستهم وأنا مش مقتدر أني أحط مدارس حكومية. هل هذا مؤلم ولا مش مؤلم؟ ليش نسمح لهذا الشيء يكون؟ ليش ما يكون في مرونة ما بين نقيب المعلمين ودولة رئيس الوزراء؟ هل أنا راتبي لا يتجاوز 300 دينار أو 400 دينار أحمل الحكومة عبء الديون اللي علي أنا؟ لا يجوز لا يجوز. المعلم أنت أدرى وأنا أدرى انه بعد عمله ممكن انه يصير له مجال في عمل اخر من تدريس خصوصي من مراكز. مش كل التخصصات يا استاذ حسن. مش كل شخص قادر انه يكون في عنده مجال اخر للعمل. وانت عارف يعني معدلات البطاله والتنافسيه على أكيد. على الاعمال. اوكي انا معك ولكن يعني هل هذا يرضي رب العالمين انه ابنائنا نضيع عليهم دراستهم التوجيهي اللي غير توجيهي؟ هذا يرضي مين؟ سؤال برسم الإجابة. مين بدفع غرامته هذا؟ مش أنا وإنت. سؤال برسم الإجابة. شكرا يا أستاذ حسن لأنه أدركنا فاصل. لأن نعتذر منك متابعينا الكرام. نخرج بفاصل التاسعة. بصراحة أرودنا. أهلا وسهلا متابعينا. عم نحكي أنا وعصام على قرار من أسبوع 10 أيام ب وش إحالة تقاعد؟ إحالة تقاعد؟ والله إحالة تقاعد. طبعا بمجرد ما نأخذ قرار لحالة التقاعد نفتح الباب بنلاقي جائزة الترضية. أسخم المشكلة إنه حردان. بقول لك قاعد في الدار حردان. يلا ليس أنت ما بنحكي لك شيء. ما بنحكي لي شيء. ما بنحكي لي شيء. نستمر وأنا أتلقى الاتصالات رغم إنه يعني دقائق قليلة متبقية عبر رقمنا 079-6900. ألو نعم. ألو السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. أخ ياسر يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين. يا أهلا وسهلا ومرحبا. أنا رأفت بن طريف. أنعم وأكرم. ما عليك زود يا سيدي. سيدي إذا يعني تعطيني متسع من الوقت أتكلم بعجالة. أنا بعد أمرك أترجاك لأنه لم يتبقى سوى 3 دقائق على نهاية البرنامج. 3 دقائق لبن طريف. معلش بعد أمرك يا بن طريف بطلع لك وبتشرف ولكن خلينا نعطي مساحة كمان لناس ثاني ولكن تفضل يلا. أنا أتكلم على ضرب المعلمين. المعلمين هو بالنهاية شريحة من شرائح هذا المجتمع الأردني ما أمو يعني لهم الاحترام والتقدير لكن نتكلم بلغة العقل بعيد عن لغة العواطف لأن العواطف تؤدي بنا إلى التهلكة زي ما بيقولوا. لأن تكلمنا من العواطف العواطف ما عادت مجدي معنا. حنتكلم لغة العقلانية والمنطق. لو أخذنا الآن 4 أشخاص أردنيين مخلصين من نفس الجامعة بنفس التخصص وطلع تعيينهم واحد حطيناه في الجيش واحد وزارة السياحة واحد في الصحة واحد معلم. نتكلم نأخذ رواتب هالأربعة نجد المعلم أعلاهم راتبا. هاي واحد. اثنين المعلم عنده مكرمة معلمين لأولاده بدرسهم بالجامعات لا يوجد في فئات من المجتمع من الآخرين. ثالثا 5% سيدي 5% تنافس المعلمين. المعلم عنده إسكان للمعلمين. المعلم عنده أطلة 4 شهور. والأهم من كل هذا إحنا أنت يا أخ ياسر السور أنا أتأكد أولادك مدرسة خاصة واللي بجنبك ليش؟ لأنه إحنا إما نتجه إلى المدارس الخاصة
أو نتجه نجيب معلمين خصوصي عبيوتنا. ليش؟ لأنه في خلل في منظومة التعليم. أحمد ابني أنهى دراسة توجيهي من مدرسة حكومية وأعتز وأفتخر بذلك. تفضل كمل. تفضل كمل. تفضل كمل. هكمل لك. اسمح لي. أنا بحكي بالمجمل. الآن ما نطلبه إن معلمين لهم الاحترام والتقدير، لكن أنك يا معلم الآن تعامل الطالب أنك تحطه في الساحة الصفية تطلع عليه وأنت قاعد في الغرفة، هذا مش منطقي نهائيا. ولا هو يعني شو المنطق في يعني انك انت معلم مخرج اجيال تحط طلاب بالساحه بالشمس او بالصفوف. انت الان الطالب اجى من عطله صيفيه، اجى متشوق للدراسه، اجى عنده دافع دراسي، انت الان حتى تعيده لنفسيه المية رجعته للصفر. هذا بده شهر زيران لما يعيد نفسيته الصح، يعيد ثقته فيك انت كمعلم. هذا مش اساس التعامل بين المعلم والطالب. احنا كاولياء امور الان نستعين من تصرف المعلم. قد يكون هناك خطأ في الحكومة إنها قصرت معهم، لكن أنا قلت لك في البداية مثل المعلم في كثير من شرائح المجتمع يا أخي على الأردن كلها كل موظفين الدولة في إنه الغلاء موجود، الظروف صعبة، كنا عندنا نصف رواتبنا، كنا بنعاني، لكن أنك أنت تطلع ظهر السلم وإحنا نضرب في الأرض ما بزبط. أشكرك يا سيد رافت، بارك الله بيك، شكرا على اتصالك وعلى مداخلتك. اتصال آخر. ألو. نعم. ألو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية أخي. ربي يعافيك، طول عمرك. أنا عشان أعطي مجال لغيري ما بدي أطول. زي ما تفضلت حضرتك، إحنا يا ريت كشعب أردني نطرح مشكلة بس بنفس الوقت نطرح حل. إذا بدك على المشاكل بعينك الله، بدك تعطيني لبعد بكرة مجال أحكي. صحيح. الحلول، الحلول هل هي من طرف الدولة الحكومة؟ وكأنه الحكومة إحنا بنتحدث مع ناس من جزر القمر. يا أخي هذا ابن عمي، ابن عمك، أخطأ أصاب، إحنا في بلد واحد. الحلول المدرسة، جهات التعليمية. يا أخي عندك مدارس ماشي، استغلها لاستدراج الدخل. الملاعب هاي المدارس، هل يعني ساعة اثنتين ثلاثة تغلق المدارس وممنوع حدا يدخلها؟ يا أخي اعمل فيها ملاعب، هاي الناس بتأجر وبتستثمر لمتنزهات، استغل المدرسة. المقاصف استثمر، بدل ما تودي أولادنا على مراكز الله بيعلم وين، نفس المدرسة تصير فيها محل لدروس رسميا بعلم وزارة التربية. أنا بس بدي أطرح مشكلة وما بدي أعطي حلول وأحط إجري بالحيط. شغلة، شغلة أخيرة بعد إذنك، المرحلية حتى لازم يعني كل شيء بدنا إحنا قانون يضبطنا. الإضراب مرة واحد يا أخي أضربت يوم يومين، وقف، وصلت رسالتك، أبدي مرونة، حاور، اطرح بدائل، يا هيك يا لا. فياريت إحنا وتعليق أخير بعد إذنك يتفضل فيه الأستاذ عصام، موضوع السجادة الحمراء وزارة الطاقة يبدو. يا سيدي أنا أذكر قريت في موقع إنه تأخر قطار في اليابان، كويس، والزلم نايم بداره وزير وزير النقل اعتذر، اعتذر استقال. زلمة نايم في داره. فيا ريت احنا سياسة جلد النفس نتركها، تخوين الآخر، المؤامرة. يا أخي حلول، مرونة بس مش مطلوب أكثر. شكرا حبيبنا، شكرا، بارك الله بيك، دعواتك طيبة، تسلم. ناخذ اتصال. ألو. نعم. أستاذ أكثر يعطيك العافية. ربي يعافيك، طول عمرك. صباح الخير إن شاء الله. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. الله يخليك أستاذ ياسر. أنا بديش أطول عليك بس بدي أحكي كلمتين. تفضل. المدرسين هسه اللي عاملين بالطلاب قاعدينهم بالشمس، على أي أساس بدهم يأخذوا رواتب؟ يعني بعد 10 أيام في صرف رواتب، على أي أساس بده يأخذ راتب؟ أنا مش عارف. يعني لو بشركة هذا وعطل العطلة هاي بخصموا عليه، بيعملوا أي إشي، بس على أي أساس هسه هو بده يصرف راتب، بده يصرف له راتب؟ أشكرك يا سيدي. متابعينا نصف دقيقة متبقية، لا أنا تنازلت بحصتي فيها الربع دقيقة لعصام. يلا عصام تفضل. يا سيدي في البداية المعلمين جزء مهم من العملية التربوية، وليس هم من مسؤولين عن أي تراجع، ومن حقهم أن يكون لهم دخل جيد ومناسب. وأنه مقارنة مع الدخول في بعض المؤسسات الأخرى، لا، دخل المعلم متدني. هذه نقطة. النقطة الأخرى، في المجمل العام في بداية الحلقة حكينا أنه هناك تفاوت كبير في الرواتب، البعض يتقاضى 3 و4 آلاف دينار، والأمر يحتاج إلى إعادة هيكلة الأمور
ودراسة منظومة الرواتب في كل مؤسسات الدولة، لأنه الوضع إذا انتهى إضراب المعلمين سيتجدد في من جهة أخرى احتجاجات على الرواتب. يجب إعادة النظر في منظومة الرواتب وهذه المؤسسات والتفريخات التي أدت أن يتقاضى البعض رواتب خيالية، بينما الموظفين في القطاع العام 300 دينار و500 دينار والآخرين 3,000 و4,000 دينار. هذه النقطة. النقطة الأخرى، يجب أن لا نزيد الحمل على المعلم. المعلم هو قائد العملية التربوية، وهو في الدول الأخرى يتقاضى راتب جيد مع عدم الإضرار بالعملية التربوية وتعطيلها، وأنه الاعتصامات والإضرابات لها طرق وفي قانون العمل متطلبات إخبار الدولة وقبل بدء العملية الدراسية في بداية العام. إذن في المجمل هؤلاء المعلمين بحاجة إلى دعم، ويجب أن لا نكون نحن أيضا هناك قسوة عليهم، يجب أن نقف معهم ولكن بعدم الإضرار بالعملية التربوية. من حق من يأخذ رواتب حتى عندما يقف أمام هؤلاء الطلاب تكون نفسيته مرتاحة ليعطي، لا نريد أن نحمل كل جاوزت 3000 دقيقة مش نص دقيقة. يعطيك العافية، شكرا، بارك الله بيك. شكرا. احنا بنقول بأنه مصلحة الوطن هي الأهم والأسمى، ومن مصلحة الوطن مصلحة أبنائنا وطلابنا ومصلحة معلمينا أيضا. ولكن إذا ما كان هنالك تفكير، مجرد تفكير لدى أخواننا في النقابة بأنه إحنا نعيد جدولة حساباتنا ويكون في آلية أخرى للتعامل مع هذا الموضوع بوقف الاعتصام، أثبتنا وجهة نظرنا وطلعنا واعتصمنا، إذا كان هنالك توقيف لهذا الأمر، عودة إلى حياتنا الطبيعية وجدولة طريقة اعتراضنا مرة أخرى، أظن بأنه العدول أحيانا عن بعض القرارات يعد حكمة. فهذا القرار بالنهاية لكم.